السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم، بدنا نتخطى حساب اي كلاود لجهاز ايفون 7 بلس بأداة 007 رام ديسك، الأداة المجانية من صاحب الأداة، بخطوات سهلة وبسيطة. بدنا نذكر ايش المتطلبات الويندوز، شو الأشياء اللي لازم توفرها عشان تتم معك العملية بنجاح. ياريت في البداية إذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أول شيء بنفتح الأداة، راح تكلك رابط تحميلها بالوصف، ما إلها تنزيل، بس بتفك الضغط وبتفتح الأداة. الأداة راح يجي فيها ملفين، ملف فيه الـ AP Bounder زائد ملف اللي فيه الرام ديسك. هاي الأداة الـ AP Bounder مرفق الملف تبعها في ملفات تحميل الأداة، يعني راح تلاقي بعد ما تفك الضغط ملفين، لما تفك ضغطهم واحد راح تفتح عندك الأداة والثانية راح تفتح عندك الـ AP Bounder. طبعا احنا راح نتخطى الحساب مع تشغيل شبكة، يعني راح نعمل تخطي لحساب الاي كلاود مع تشغيل الشبكة. هاي الاداة ايش بتساعدك؟ في اجهزة بتعطي فيلد، في اجهزة ما بتقبل انها تفوت على وضعية الباور داون، فهاي الاداة بتساعدك في هاي العملية، انه في حال انت كنت في وضع الديفيو مود وهون الاداة بتعطيك فيلد عليها، تكبس على رن باوندر وبتساعدك في عملية الدخول. زي ما انتم شايفين الجهاز عليه كلمة سر، هذا الجهاز بدنا نفتحه مع تشغيل الشبكة. الجهاز اللي بدك تشتغل عليه لازم يكون عليه ويندوز 10 64 بت بروفيشنال، ويندوز 10 برو 64 بت الاوبريشن سيستم، ويفضل تكون هاي النسخة 22H2. هاي النسخة بتيجي كاملة بجميع الإضافات. حبيت أذكر لكم إياها لأنه في كثير ناس سألوني عن الموضوع. موضوع هون الرامات 16، يعني ما تطلع عليه شو مكان مواصفات جهازك، لو عليه 2 رام ولو كان سيلرون العملية هاي بتتم بنجاح بشكل كامل، يعني مواصفات الجهاز ما إلها علاقة في اللي بنحكي. المهم إنه الويندوز تكون 64 بت ويندوز 10 برو، ويفضل تكون هاي النسخة. نتوجه مباشرة للأداة. الجهاز فاتح بشكل كامل بس عليه كلمة سر. الأجهزة اللي عليها كلمة سر هي اللي بتنفع معنا بهاي العملية. إذا كان جهازك عليه كلمة سر تمشي بهاي الخطوات، إذا ما كان عليه كلمة سر بتشوف الفيديوهات الموجودة اللي مش مذكور فيها بالعنوان تشغيل شبكة، تنفع معك 100%. أول شيء رح أعمله رح أعمل تشيك ديفايس، أفتح لكم معلومات الجهاز الأول. ما راح تفتح لانه السكرين مسكره. اوكي، نعمل مباشره تشيك ديفايس. اول شيء اخذ الجهاز زي ما انتم شايفين ايفون 7 بلس، اعطاني اوكي. الان الخطوه الثانيه بعمل كرييت اكتيفيشن فايل، اخذ الفايل. الان بدي ادخل في وضع الديفيو مود. عشان اسهل عليكم العملية راح اذكر اللي هي الديفيو هيلبر. من هون ندخل على تشيك تحت ديفيو هيلبر. هاي الاداة لما تضغط عليها بتاخد شوية وقت بس لتشتغل. هاي الاداة بتساعدك حسب نوع جهازك، بتذكر لك تفاصيل الدخول على وضع الديفيو مود. Was not recovery mode. لازم يكون الجهاز اول شيء بالريكفري مود. زي ما شفتوا دخل الجهاز على وضع الريكفري
لوحده مجرد اني انا شغلت الاداء. هون بيحكي لي، هون قبل ما اضغط ستارت بيحكي لي بدي اضغط باور داون والباور زائد خفض الصوت قبل ما اعمل عملية الستارت. فانا بدي اضغط خفض الصوت والباور واعمل، يعني بدي مجرد ما كبس باور بدي اعمل ستارت عشان تتم العملية على نفس الوقت، لانه هون في وقت بعد. بسم الله. بترك الجهاز لغاية ما يطفي. بلش هون يحكي لي ارفع ايدك على الباور وخليك ضاغط بس خفض الصوت لوحدها. وهيك الجهاز دخل في وضعية ديفيو مود. بنتظر لغاية ما تسكر الشاشة، يعني بس بتبع الخطوات الموجودة هون عشان تتم معي العملية وانه يدخل معي في الديفيو مود. بعد ما دخل بالديفيو مود بعمل كمان مرة تشيك ديفايس. هاي تشيك ديفايس هون اعطاني نت كونكتد، برفع الكابل وبرجع بشبك الكابل وبعمل تشيك ديفايس سكسسفلي ديفيو مود، كليك اوكي. هنا راح يدخل الجهاز بوضع الباور داون. اذا اعطاك فيلد او ايرور في المرحلة هاي ما اعطاك دن، تضغط على هذا الخيار. في حال تم بنجاح زي هيك ما في داعي تستخدم هاي الاداة. اذا اعطاك ايرور او خطأ هون تستخدم هاي، تضغط بس هون، يعني مرة واحدة بتضغط على الزر زي هيك بيعطيك اوكي باور داون، خلاص هيك بكون دخل في الوضعية. بعدها مباشرة بتتوجه للأداة تعمل بوت رام ديسك، تعمل بوت. هنا بنزل الملفات اللي بيحتاجها لعملية التنصيب. طبعا حسب سرعة الانترنت عندك بتكون سرعة العداد الموجود. هنا انا ما الها داعي انه عندي التعريفات تمام، نسخة الويندوز تمام، فعشان هيك ما راح احتاجها. لينا هنا عشان نشوف الشاشة زي ما شايفين بلش يبدل في الوضعيات. اي حدا بصير عنده اخطاء في المراحل هاي اللي هون يا جماعة، يكون عندك يعني اما في الويندوز مشكلة وهي احتمال 70% و30% في التعريفات. التعريفات كيف بدك تتجاوز هاي المشاكل؟ بدك تلغي تثبيت ايتونز وثريو تولز وترجع تثبته. في حال ما انحلت عندك المشكلة معناته عندك مشكلة في الويندوز. زي ما انتم شايفين عمل تشيكينج درايفر وهنا وصل للمرحلة السادسة واخذ الجهاز بشكل طبيعي. بلش ياخذ الاس اس اتش. ياريت نشتغل كل الخطوات بترتيب وما نجتهد، لانه اي غلط بالخطوات بتخسر الشبكة، يعني بتخسر عملية الشبكة، فلازم تمشي على هذا الترتيب. اعطاني اوكي، دخل في وضع الاس اس اتش، طلع لي هنا زي ما شايفين الخيارات الموجودة هون. راح مباشرة اختار باك اب باس كود باك اب عشان ياخذ لي نسخة احتياطية لمعلومات الشبكة من الجهاز. بضغط عليها هنا بيحكي لي بدك تعمل فورمات للجهاز. طبعا لازم اعطيه اوكي عشان يفرمت الجهاز عشان نبدأ بالخطوة الثانية. هنا اخذ الملف لاكتيفيشن وعمل باك اب
خلص النسخة، بضغط اوكي، اعطاني انه اكتيفيشن باك اب ريست، خلاص اعطاني انه اخذ نسخه احتياطيه، وهاي النسخه بالرابط الموجود هون. انا ما بهمني وين موجوده بالرابط لاني انا راح اشتغل عليها مباشره. طبعا معلومه مهمه، هلا هو دخل الجهاز بوضع الريكفري، انا مباشره راح اطلع من وضع الريكفري بواسطه اداه 3U تولز، بضغط اكزت بس وبترك الجهاز لغاية ما يشتغل، لأنه بده يعمل عملية فورمات الآن. كنت بدي أحكي لكم إذا النسخة الاحتياطية اللي عملها الجهاز انحفظت في الملفات داخل أداة رام ديسك، يعني داخل ملفات الأداة اللي هي موجودة بالفايلز الباك أب تبعها. فهاي الملفات الموجودة هون، في حال مثلا على سبيل المثال، لأنه سألت هذا السؤال بدي أجاوبكم عليه، في حال أنه هذا الجهاز بعد شهر مثلا عملت له أنت أبديت أو عملت له ضبط مصنع بالغلط، وبدك ترجع تفتح التليفون بواسطة الأداة، هاي الخطوة الأولى اللي إحنا عملناها ما راح تقدر تعملها، لأنه جهازك بكون عمل ريستور ووقف على هلو سكرين، راح يكون وقف عندك بالشاشة زي ما راح تطلع عنا هلأ بالشكل هون. فعشان تسترجع الجهاز، لأنه النسخة الاحتياطية مخزنة على الكمبيوتر الخاص فيك وعلى البرنامج هاد، فأنت ما عليك غير تتبع الخطوات من الآن وصاعدا، يعني من بعد اللحظة هاي وبعد. الخطوة الأولى ما راح تعملها وما راح يعني راح يعطيك خطأ عليها أصلا، لو عملتها راح يعطيك خطأ لأنه راح يكون الجهاز عندك على هلو سكرين. هلا راح تشوفوا الجهاز راح يفتح على هلو سكرين، فأنت راح تتبع الخطوات من هون وبعد إذا كان عندك نسخة احتياطية أنت باخذها على نفس البرنامج من نفس الكمبيوتر. طب هذا السؤال سألته، السؤال يعني بصراحة ممتاز، يعني كان لازم أجاوب عليه. يعني لو بعد سنة الجهاز عندك سكر، ترجع من عند هلو سكرين تعطيه الباك اب، بيرجع بيفتح معك طبيعي ومع شبكة. لو زبونك راح غاب ورجع تقدر تفتح له اياه بسهولة بدون اي مشاكل. زي ما شايفين سكر التليفون بشكل كامل، رجع على شاشة الهلو سكرين. إذا وصل يعني جهازك بعد فترة رد عمل هيك أو عملت أبديت أو ضبط مصنع، بتبلش بالفيديو من هاي الخطوة وبتكمل خطوات. شو الخطوة التالية؟ الخطوة التالية ندخل الجهاز بوضع الريكفري ثم الديفيو مود. نرجع ضغطنا على ديفيو هيلبر، بستخدمها لأنه بتساعد ناس كثير وأنا ما كنت أشرح عليها، كنت أعمل بالشكل اليدوي. الآن حكالي أضغط خفض الصوت مع الباور، خفض الصوت وهي ستارت، وضغطنا الباور، ننتظر 5 ثواني، طفى الجهاز، نضل ضغطين داون، نفصل الباور، نضل ضغطين خفض الصوت لغاية ما يدخل ديفيو مود. دخل معنا بالديفيو مود، والآن بنعمل تشيك ديفايس. أعطانا نت كونكتد، نفصل الجهاز ونرد نشوفه، بنعمل تشيك ديفايس. ديفيو مود سكسسفولي، وهنا بحول على وضعية بورد باك. طبعا حكيت لكم اللي عنده مشكلة بهاي الخطوة بيستخدم هاي الأداة، راح تكون مرفقة بالملف الموجود مع الأداة. أعطتني أنا هون دن، وهنا برجع بعمل بوت 12 ل 15. إذا جهازك كان عليه iOS 16 بتختار 16، طبعا شرحناها في الفيديوهات السابقة.
زي ما شايفين مكتوب بالأعلى Free Tools. Free Tools. بلش ياخد وات. الآن بالمرحلة الرابعة والخامسة، والآن راح يعطي SSH. أخذ ملفات SSH، يأخذ هاي سكرين شوت. هنحط لكم اياها على الخلفية. هنا اعطاني انه تم عملية دخوله بالرام ديسك بشكل كامل. الان اخترت انا بالبداية الخيار هاد، الان راح اختار خيار باس كود اكتيفيشن. بضغط عليه وبنتظر لغاية ما يكمل عملية الفتح بالكامل، لغاية ما يشتغل معي الجهاز ونجرب فيه الخط. ان شاء الله الامور تكون تمام. هون بحكي لي انه بتحب تعمل ايقاف للتحديثات، انه نعمله ايقاف للتحديثات، انه ما يعمل الجهاز تحديثات. بعمل له اوكي عشان يعمل ايقاف، يعني احسن عشان الجهاز ما يعمل ابديت لوحده. طبعا انا ليش بشرح على كل الادوات، كل واحد الاداة المتوفرة عنده واللي بتفتح على جهازه بدون مشاكل بيقدر يشتغل عليها، فانا بشرح جميع الادوات على جميع الاجهزة. اعطاني device successfully activated. هون يا جماعة اعطاني انه خلص. الان بدي اطلع من وضع recovery exit، بنتظر الجهاز لغاية ما يفتح. نرجع ناخذ سكرين شوت. هيك اخذ الجهاز، فتح الجهاز بشكل كامل، عليه اصدار 15.8. هلا بنحط فيه خط. طبعا يا جماعة اللي بحب، يعني اللي بده يفتح جهازه بشكل رسمي بدون تخطي، الخدمة متوفرة عندي، بيقدر يتواصل معي وانا بس يعني عندي هاي الخدمة متوفرة، شغله اياها ان شاء الله. هنا حطينا الشريحة تليفون، الان بدنا نجرب. الآن بدنا نجرب. زي ما شايفين اشتغل الجهاز بشكل كامل وشريحة 100%. هنا طبعا تقدر تضيف الاي كلاود تبعك وتشتغل بشكل طبيعي جدا 100%. هاي برضه بنعمل عملية اتصال. اشتغل 100%. هذا كان الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبك الفيديو. نراكم على خير في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.